مش الديمقراطية في المغرب، لأن إذا جيت الأول غادي توصل في السن ماشي بحال هذا، ولكن إذا بقات الديمقراطية غادي تبقى الولاد كاملين وولاد ولادي والشعب المغربي كامل. خص الأحزاب كلها تكون ممتلة، من حيث غادي ندير القاسية الانتخابية كاملة في وسط التقدم المشترك والاتحاد الاجتماعي وغيره من الأحزاب تكون حاضرة بقوة داخل البرلمان، وهذا الخلاف وهذا الحوار هو اللي كيضمن الديمقراطية في المغرب، وهذا ما كيشكلش إلا الديمقراطية. الى الديمقراطيه، لان عندنا ثمن كبير، الشعب عندنا ثمن كبير في الديمقراطيه، هذا هو الخلاف هذا. الى درنا القاسم معهم الاحزاب المهدده، انا بغيت الاحزاب والوطنيات كلها مهدده، واش غادي نجي نقول للمهدده ولا هذا موضوع اخر. الى كنت نحسب بلي اللي كيحسب بوحدو، اش يطلب؟ انا ما بغيتش نحسب السياسه بوحدها، بغيت الاحزاب كلها تلعب. وعندي في الحزب ناس كيبغوا يحماقوا، كيفاش؟ نتنازلوا على 20 برلماني؟ ما نقولهاش. وخاصة الناس اللي نجحوا رقم جوج تبقى تضحي بنا، يقول لهم انا نضحي بكم وانا نضحي بالمغرب وانا نضحي بالديمقراطية. راه كاين شي واحد خصك تاخذ حتى تكون مسؤول، خصك تاخذ مسؤولية من موقع المسؤولية. أما إذا ما كنتيش مسؤول غنقول اللي بغيتي ودير اللي بغيتي، ما كان كيسولهم كان كيهضر معاك. وإن شاء الله مرة.